والله ما انا عارفه يا اخويا ابن امه وابويا، حرق دمك بس ليه مش عارفه. صحيح اللي اختشوا ماتوا، مش شايفه اللي بيحصل يا جمالات؟ لا مش شايفه حاجه. هو ايه اللي بيحصل؟ ايه يعني البت تروح عنده ويجيب لها فستان وجزمه وشنطه؟ مش فاهمه يا جمالات. لا مش فاهمه، قليل على البيت. ايه يعني ما يجيب لها 10 شنط ولا 10 جزم ولا 10 فساتين؟ قليلين عليها، اهو على الاقل بيكسها لنا. يعني ايه يا بيت؟ انا هجيب لك من الاخر، انا وليا دايره ولفه من الاخر كده. الناس دي فوق في العلالي واحنا تحت، لا احنا هنطلع لهم ولا هم هينزلونا. طب ما انا عارف، امال ايه اللي بيحصل؟ هقول لك اللي بيحصل ايه. مات واد اخضر زي دوت، عنده قرشينات، يقول لك بنت زي دي غلبانه، اتسلى بيها شويه واخد اللي انا عاوزه وارميها بعد كده. طب لما يثبتها والفاس تقع في الراس انا شكلي بايه؟ دي بنت لهلوبه، دي توديهم البحر وترجعهم عطشانين، دي ترميها في وسط النار وتطلع لك زي ما هي صخصلين. يا جمالات انا اللي جدتي ايضا نار، اعمل ايه؟ ما انا ما قلت لك اتحايلت عليك سيسها، كل بعقلها حلاوه. صدق يا جمالات انا كرهت الحلاوه بسببك. حلاوه ايه يا بنت؟ حلاوه المولد ولا حلاوه طحنيه؟ انا خلاص اتخنقت كده منك، انت ايه؟ ارحمني يا اخي. احكي لي بقى عملتي انت والبشمهندس النهارده؟ قال لك ايه؟ قلتي له ايه؟ ايه اللي حصل يعني؟ يو نوسة في ايه؟ تايهه يا عسليه. ليه يعني؟ مش عارفه اخر ده كله ايه؟ مش فاهمه آخرة اللي بيعمله عمر معايا ده ايه؟ لا انا مقدرش ارد على الحاجات دي يا حبيبتي، انت اللي عندك الاجابه. خايفه يكون مجرد عطف، صعبانه عليه يعني، بيعمل معايا زي ما بيعمل مع اي حد فقير، وبعد كده كل واحد يروح لحاله. لا طبعا، وش معنى انت يعني بالذات اللي عامل معاكي كده؟ قصدك ايه؟ قصدي ان هو اختارك انت من وسطينا. وده معناته ايه؟ لا لو على معناته فمعناته كتير، معناته ان انت بس يا نوسه اللي عجبتيه، ده كفايه انه عزمك على الغدا في بيتهم، ولو ما كانش في حاجه من ناحيتك كان على الاقل عزمنا احنا كمان، كنا طفحنا. المهم انت بتحبيه يا بت ولا ايه؟ ما اعرفش يا عسليه، ساعات اقول اه بحبه وساعات احس انه لا. كسبت صلاه النبي، خدت ايه من او لا بتاعتك دي يا نوسة؟ الله، ايه الكلام الملخفن ده؟ خايفه اتعلق في حبال دايبه يا عسليه، خايفه يكون بيضحك عليا زي ما قال لي ينشك في قلبه خربوش. طب اسمعي اما اقول لك، ما انت بدل ما معذبه نفسك كده ومحيراها، طب ما تسأليه. أسأله؟ أيوه اسأليه كان بيحبك ولا لأ. لا يا أختي خليني كده بين أو لأ. خلاص أنت حرة، بس ما توجعيش دماغي. بس بصراحة يا عسلية كده ها بحبه. هو ده اللي احنا عاوزينه، وهو كمان أكيد بيحبك يا نوسة، هو هيلاقي أحسن مني. بس بعيد عن الناس احسن، عشان ابقى انا وانت لوحدنا وبس. ولا خايف من الناس؟ خايف؟ لا طبعا مش خايف ولا حاجه، بس بصراحه مش عايز اي حد يضايقني. واخر ده كله ايه يا عمر؟ هو يعني يا نوسه الحب اللي اكل حب؟ وانت بتحبني؟ يا سلام. يعني عايزه تفهميني ان كل ده وانت مش حاسه؟ طب واخر ده كله ايه؟ يعني مش عارفه يا نوسه. لا مش عارفه. الجواز؟ أنا مش قادرة أصدق. ليه؟ عشان خايفة من أبوك. أنا اللي هتجوز مش أبويا. وهتقدر تواجهه؟ أنا يا نوسة مستعد أقف قدام الدنيا كلها عشان خاطرك. تحب نقوم نتجوز دلوقتي؟ دلوقتي؟ آه دلوقتي. يلا بينا؟ يلا بينا. يلا. نوسة. ننوس. إيه؟ إيه ده أنا فين؟ إيه؟ ايه في ايه؟ انت كنت بتحلمي ولا ايه؟ حلم جميل قوي يا عسليه، حلم نفسي يبقى حقيقه، بس يا خساره صحتيني قبل اهم حاجه ما تحصل. ليه يا بت؟ انت كنت وصلت ليله الدخله؟ ليله الدخله ده ايه يا عسليه؟ احنا كنا لسه هنتجوز. اخص عليك يا عسليه، ما كنتش قادره تستني شويه؟ خلاص يا حبيبه قلبي، انا ممكن اسيبك نص ساعه كمان تكملي حلمك ولا ازود لك شويه؟ اسكتي يا عسليه، انا ابتديت اتشائم ان الحلم ده ما كملش. يوه رايحة فين؟
رايحة تشقر على أمي، مش كفاية سايباها طول الليل واحدة جنبك؟ طب هترجعي تاني للوكلوك ولا نام أنا؟ أنا جمعتكم النهاردة عشان نناقش سير العمل زي ما توعدنا، والحقيقة أنا شايف إن العمل ماشي بمنتهى الدقة، كل الملفات المحاسبية مستوفاة ومفيش ولا شكوى من العميل بيتعامل مع المكتب بتاعنا. الحمد لله يا فندم، سمعة المكتب بتاعنا في البلد سمعة طيبة جدا، وأكبر دليل على كلامي ده إن معظم العملاء بيسيبوا مكاتب المحاسبة التانية وبيفضلوا مكتبنا. الحمد لله، وطبعا الفضل ده يرجع لمجهودكم ولإخلاصكم. المهم أنا عاوز آخد رأيكم في موضوع أنا لازلت متردد فيه. موضوع إيه يا فندم؟ في بعض الأهالي في طنطا طالبين مني إن أرشح نفسي في انتخابات مجلس الشعب اللي جاي. الحقيقة ونعم الاختيار يا فندم. أنا فعلا يا فندم كنت عايز أطلب من حضرتك الطلب ده. أفهم من كده إنكم مرحبين بالفكرة؟ يا فندم إحنا مش مرحبين وبس، إحنا بنطلب من حضرتك تعمل كده فعلا. ده شيء عظيم، لكن ده برضه مش معناه إن في غالبية من الناس ممكن تنتخبني في الدايرة. وعشان كده أنا طالب منكم خدمة، بس خدمة مهمة جدا. إحنا كلنا تحت أمر سعادتك. ده برضه كان عشمي. أنا عاوز كل واحد فيكم يجس نبض الناس اللي حواليه، يعني نعمل استقصاء رأي كده. وعلى نتيجة الاستقصاء ده نعرف إذا كنا نخش الانتخابات ولا ما نخشش. إن شاء الله يجمع يا فندم. طب أنا حضرتك يا فندم مقترح بعد إذن سيادتك يعني إننا نوزع بعض على عدة مناطق. يعني كل واحد فينا يكون مختص بمنطقة، وده طبعاً عشان ما حدش يحس إن في حد. ده اقتراح جميل قوي يا بني. لكن هل يا ترى نستنى لحد ما نعرف مين اللي هينزل في الانتخابات؟ كمال بيسأل سؤال وجيه. يا فندم أنا رأيي نعرف الأول مدى قابلية الناس، لأن بعد كده كل مرشح من المرشحين هيقدم برنامجه الانتخابي، وده معناه إن الناخب ممكن يغير رأيه في الشخص اللي هيختاره على حسب البرنامج بتاعه. يا جماعة أنا غرضي إن إحنا نجس النبض الأول، لأننا لو لقينا رفض من البداية يبقى ساعتها مفيش داعي إن إحنا نبذل مجهود ولا نصرف فلوس. يا حبيبتي أخبارك إيه؟ وحشتني من آخر مرة شفتك فيها. بجد يا عمر؟ وإنت كمان وحشتني قوي. أنا خايفة إن أكون بحلم واصحى من النوم والاقي كل ده كان حلو. بقولك ايه، انا هروح دلوقتي على الشركه كده شويه وبعدين ايه هخلع على طول. انت وراكي حاجه النهارده؟ يعني بفكر يعني لو ما وراكيش حاجه ان انا اكلمك في التليفون بعد ما اخلص واعدي عليك نكره. وحتى لو ورايا حاجه هقولك لا يعني. باشا تعدي باشا، منور يا باشا. ازيك يا بنداري؟ ازيك يا باشا؟ اخش اناديلك الست لوسي؟ لا هي عارفه. عارفه؟ عرفت ازاي يا باشا؟ اتخانقت على خدماتي ولا ايه؟ وانت مالك يا بنداري؟ طب اخش استعجلها لك. بقول لك ايه؟ اطلع من نافوخ وروح اقعد على القهوه بتاعتك دلوقتي. يلا. ماشي يا باشا. في مكتبه؟ والله قبل ما اطلع المطار لسيادتك كنت سايبه بيتابع الشغل. يوه اخر الموبايل. ما هو دايما بيقفل التليفون بتاعه لما بيبقى في المصنع عشان صوت المكن بيبقى عالي، ما بيسمعش التليفون. ايه رايك في المكان ده يا نوسه؟ المكان ده عامل زي ما كنت شفته قبل كده، وانت كمان كنت معايا. لا احنا ما جيناش هنا قبل كده. انا شفت المكان ده في حلم، وبعدين طلعنا في العربيه ما عرفتش ايه اللي حصل بعدها لان صحيت من النوم. طب ما عرفتيش كنا رايحين على فين قبل ما تصحي من النوم؟ مش لما الحلم يتحقق الاول. طب ما هو احنا قاعدين مع بعض يعني الحلم بيتحقق. مش لما نعرف هيحصل ايه بعد ما نمشي من هنا. انت عاوزه ايه اللي يحصل؟ انا عايزه احس بالطمانينه، مش عايزه اخاف، خايفه الحلم ده يبقى كابوس. قلت لك يا نوسه 100 مره قبل كده طول ما انت معايا اوعي تخافي. انا بحبك قوي يا نوسه، بحبك قوي، ومستعد اقف قدام الدنيا كلها عشان خاطرك. انا مبسوطه قوي من اللي بسمعه ده يا عمر. طب وانت بقى؟ انا ايه يعني؟ ما قلتليش انك بتحبيني. سالك بعد كل ده ومش عارف؟ ماليش دعوه، عايز اسمعها منك. لازم يعني؟ لازم بقى. طب بحبك.
ايه؟ بحبك. الله احلى بحبك. بتحب مين يا بنت؟ ايه ده؟ بتحب مين؟ اللي جابك ورايا. ايه مراخي؟ ابعد عنها. تعالى وكلمني انا. وانت مالك؟ وجايبها في الحته الموضوع دي ليه؟ تحكي لها حدوته قبل النوم. جرايه يا باشمهندس. جاي تثبتها بكلمتين حلوين من بتوعك. ايه؟ دي خطيبتي. ترى ركبك حق. ما تصدقوش يا عم لا خطيبي ولا في بيني وبين حاجه. بنت دانوسة ما تخليش اصور قتيل وانت عارف القتيل ده هيبقى مين. لم المطوه دي انا بدمع وراك. تعالى ادبحك يالا. عشان خاطري يا عم عشان خاطري والنبي. قلت لك دانوسة مش هتمشي من هنا. يا نهار اسود انت مش فاهم حاجه. انا هتصرف يا عم. سيبني. هقتلك عشان خاطري يا عمر. بتحبني ما تخلصني يا بنت. ادبحوا لك ده الخروف. خلص خلص.